الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، عندما أتلفت ذات اليمين وذات الشمال أجد الإسلام يعرب في كل مكان، فأجهزة الإعلام ليلا ونهارا لا تكف عن محاربة الإسلام. واشكو في بيته مضطهد من أبيه وأمه إذا رب ذقنا وأطلق لحيته. والفتاة المسلمة مطاردة من أهلها مطاردة ساخنة إذا غطت رأسها وسترت ما أمر الله بستره. والدجالون في مصر كثير، هناك دجال في مصر يعمل طبيبا وفيلسوفا ومفسرا ومحدثا، قصر وبذل وقدر وفكر، بذل جهده ليثبت للمسلمين أن ابن آدم أصله قرد. وجاءني كثير من السائلين يسألون في لهفة وفي حيرة كحيرة النجوم المتأرقة: هل الإنسان أصله قرد؟ والعجيب في الأمر أنه استشهد بآية من كتاب الله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وأنا من هذا المكان أعلم بأعلى صوت، فأنا أعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه مهما بلغت قوة الباطل وما تسلح الباطل بالصواريخ والأساطير والدبابات وقذفات القنابل. فالحق أقوى، لأن الحق لا يستمد قوته من واشنطن ولا من موسكو، إنما يستمد قوته من الواحد، ولا شيء غير الواحد، وحد الواحد. أقول لهذا الدكتور إن الذي قال بهذا الكلام هو اليهودي تشارلز داروين، كان يهوديا، وهو صاحب هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء. وأمريكا بما لها من مكانة في الاختراعات والعلوم حرمت على مدارسها ومعاهدها تدريس هذه النظرية الداروينية. أمريكا التي بلغت من التكنولوجيا ما بلغت ومن علوم الطبيعة ما بلغت، حرمت على معاهدها
دراسة هذه النظرية، لأنها نظرية وما زالت نظرية وستظل نظرية، لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية، فما الداعي لتدريسها؟ حرمت دراسة هذه النظرية لأنها تشوش أفكار الطلاب. أما نحن في مصر فما تركنا نظرية تحارب الإسلام إلا درسناها ودرسناها. هل الإنسان أصله قرد؟ كلمة قالها يهودي، لأن الله جعل من اليهود القردة والخنازير، فأراد اليهودي أن يعمم هذا الحكم على البشرية جمعاء. يا سيادة الدكتور، الإنسان في الإسلام أبوه آدم، ولم يكن آدم قردا، ومن رمى آدم بهذا فهو القرد. يا سيادة الدكتور، أتدري ماذا قال علماء البيولوجيا؟ قالوا ماذا؟ قالوا لكي يتطور القرد إلى إنسان يلزم على ذلك من 850 مليون سنة، حتى يصير القرد إنسانا على فرض هذا الكلام يلزم أن يمر على القرد في أطواره 150 مليون سنة. ثم قال العلماء أنفسهم: والأرض لم يمر على خلقها إلا 100 مليون سنة فقط، فكيف تحول القرد إلى إنسان قبل أن يمر عليه 150 مليون سنة؟ هذا كلام علماء البيولوجيا العلم العضوي. فماذا قال علماء نفس الحيوان؟ ماذا قال علماء نفس الحيوان يا دكتور؟ قالوا ماذا؟ قالوا: لقد بحثنا عالم القرود وأجرينا على القرود بحثا نفسيا، فوجدنا أن أشد القرود ذكاء أذكى القرود. القرد العبقري لا يزيد ذكاؤه على طفل عنده 4 سنوات، مهما بلغ القرد من الذكاء وأصبح القرد دكتورا عبقريا، فإن ذكاء هذا العبقري لا يزيد عن ذكاء طفل عنده 4 سنوات. فكيف يصير القرد إنسانا ذكيا عبقريا نبيا رسولا موحى إليه من الله؟ ثم ماذا؟ وأنا أقول لسيادة الدكتور الذي يطالعنا كل يوم بمقالاته يرمي الشباب المتدين بالتطرف، وأنا لا ألومه، أنا لا ألوم الدكتور، فكلنا يعلم ماضيه الكئيب، لقد كان شيوعيا، كان شيوعيا، ولما سقطت راية الشيوعية في مصر وتأمركت مصر أصبح الدكتور أمريكيا، فإذا ما دخلت مصر مع انجلترا فيصبح الدكتور انجليزيا، يتأجلز بحكم التطور، بحكم التطور. أقول له: إن الله تعالى ميز الإنسان عن القرد في الخلقة بإصبع الإبهام، ليس للقرد إصبع إبهام، لكن الله ميزنا بإصبع الإبهام، ولولا إصبع الإبهام ما قامت الصناعات الدقيقة، فمن أين جاء إصبع الإبهام؟ إذا كان القرد ليس له إصبع إبهام، من أين جاء؟ من أين جاء؟ وكيف تخلق الإنسان العاقل من الحيوان المقلد؟ إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في المذاق لأصله. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى: كلكم لآدم وآدم من تراب. لم يقل وآدم من قرود، إنما قال وآدم من تراب. كلكم لآدم
وآدم من تراب. ثم ماذا؟ لو كان القرد أصلنا ما قال الله لنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنما قال لنا يا أبناء القردة. لو كنا أبناء القرود ما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، إنما قال إني جاعل في الأرض قردا. ولكن اسمع يا دكتور ما هو التطور في حياة الإنسان. ليس التطور في حياة الإنسان من قرد حتى صار ومشى في سلسلة التطور حتى صار إنسانا، إنما تطور الإنسان كان ترابا، اختلط التراب بالماء فصار طينا، تغير الطين فصار حمأ مسنونا، جف الطين فصار صلصالا، ازداج جفافا فصار فخارا. صور الله من هذا آدم أبا البشر ثم قال له كن فيكون، فكان آدم. فكان آدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أتسجد الملائكة للقرود يا قرد؟ أتسجد الملائكة للقرود؟ أيأمر الله ملائكته أن تسجد لقرد؟ لو كان أصلنا قردا لقال إبليس أنا خير منه لأنني مصور وهو قرد، إنما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى اليهود الذين سخطهم الله قردة وخنازير لم يستمر حالهم على القردة والخنزيرية، لم تستمر حالهم على القردية والخنزيرية أكثر من 3 أيام وأماتهم الله على هذه الحال. سخط بعضهم قردة وسخط بعضهم خنازير واستمروا على هذه الحال 3 أيام ثم أماتهم الله قبل أن يتناسلوا وقبل أن يتزوجوا. فمن قال إن أبانا قرد أو إن أصلنا قرد قلنا له إن كنت ترضى لأبيك أن يكون قردا فأنت وشأنك، أما نحن فأبونا آدم عليه السلام. والله تعالى يقول وقد خلقكم أطوارا، تراب فماء فحمأ مسنون فصلصال ففخار، فآدم فنطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ماذا يا دكتور؟ يا كاتب الأباطيل، يا من تستمد مداد قلمك من سواد قلبك على الإسلام، ثم ماذا يا كاتب الأباطيل؟ أتستشهد على الباطل بقول الحق جل جلاله؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. وأنا أسأل على ما استشهدت بهذه الآية؟ على ما استشهدت بها؟ وإلى أي شيء سقتها؟ إن هذه الآية تخبر الذين أنكروا البعث بعد الموت بدليل قوله تعالى قبلها أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، وبدليل ما بعدها يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الله تعالى يقول لمنكر البعث سيروا في جنبات الأرض وانظروا، انظروا إلى التراب الذي خلقت منه آدم، إن الذي خلق آدم من التراب قادر على أن يعيد الأجساد بعد أن تصير ترابا. ينادي عليها يوم القيامة ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. سيروا في الأرض وانظروا إلى ترابها
فإن هذا التراب خلقنا منه، فالذي قدر أن يخلقنا من التراب وينشئنا من العدم ويصورنا من طين الأرض قادر على أن يعيد البعث بعد أن تصير هذه الأجسام ترابا. لكن أهل الضلال كثير والمرتزقة كثير وعملاء أمريكا كثير، عملاء روسيا كثير، عملاء الغرب كثير. حصنوا أولادكم بقراءة القرآن، التيارات المسمومة تلفح الوجوه. والله والله الذي لا إله غيره، لقد عرضت علي 3 مشكلات اقسم بالله غير حانف، ما زلت كلما تذكرتها دار رأسي دار رأسي، كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. اسمعوا المشكلة الأولى، جاءت سيدة إلى هذا المسجد وسألتني هذا السؤال، أريد أن أرفع دعوى طلاق على زوجي، فسألتها لماذا؟ أبينكما شقاق؟ ألم تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ إذن فماذا؟ والله الذي لا إله غيره، قالت دخلت عليه غرفتي فرأيته يجامع ابنته. ثم ماذا؟ اسمعوا المشكلة الثانية التي عرضت علي، جاءني شاب صالح أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، وقال لي بالحرف الواحد، إن لي أختا صالحة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكن والدي يحاول أن ينام معها وكسر الباب عليها وهي نائمة أكثر من مرة. اسمعوا المشكلة الثالثة، فتاة رشيدة ماتت أمها، وبعد موت أمها فوجئت وهي نائمة في غرفتها بأن أباها يغتصبها، فلما قالت له اتق الله قال لها إنني أريد أن أعلمك الحياة، فأنت ما زلت تصلين وتصومين وأنا أريد أن أفتح عينيك على ما يجري في المدنية العصرية. هذه 3 مشاكل. سألت نفسي ما أسبابها؟ ما أسبابها؟ ما الذي أدى إليها؟ ماذا جرى للآباء؟ ماذا جرى للآباء؟ ولكن يزول العجب عندما نعرف السبب، عندما نرى الأفلام وأصحاب الأقلام ليل نهار لا يكفون عن نشر الفواحش وعن تفتيح أعين الشباب والفتيات، واليهود دخلوا بلادنا، ولست في حاجة إلى أن أقول لكم من اليهود. ماذا جرى للآباء؟ هل خفت العقول؟ هل أصيبوا بالجنون؟ ما خفت العقول، إنما خف الدين. وما أصيبوا بالجنون، إنما أصيبوا بالبعد عن الله، أصيبوا بالبعد عن الله. مسرحيات وأفلام في غرف النوم، ارحمينا يا دولة، ارحمينا يا دولة، ارحمونا ايها المسؤولون. امتحانات الطلبة على الابواب، امنعوا الافلام، امنعوا مباريات الكرة، الدروس الخصوصية خربت بيوتنا. كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه صممت الدولة على أن تلهي أولادنا عن المطالعة وعن المذاكرة وعن المذاكرة. ولقد عقدت مقارنة بين حادثتين، بالأمس 13 مارس
1980 بالامس القريب نشرت ان احدى الفنانات سرق منها مجوهرات ب100,000 جنيه ورد اليها ما قيمته 10,000 جنيه. حرم المرحوم علي شفيق المغفور له احد جلادي مصر الذي مات في لندن وولد في بيته بعد موته 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه قالوا انها فك عشان يشتري بها السبانخ والخضار. 1,000,000 جنيه. علي شفيق الجلاد الذي ذهب اليها احد الرجال وقد ذهب سمعه من شدة ضرب الشاويش سامبو في السجن الحربي وقال له يا سعادة البيه اريد ان اعالج اذني لا انام الليل من شدة الالم من شدة الالتهاب من شدة الصيحات اذني تكاد تنفجر من شدة الضرب عليها يا علي به يا شفيق اذني اريد علاجها. اتدرون ماذا قال له علي شفيق امبراطور السجن الحربي؟ قال له اي اذنيك تشكو اليمين ام الشمال؟ فقال له اليمين وظن المعذب انه سيوقع كشفا عليها وسيصرف له علاجها فما كان من علي شفيق الا ان رفع يده ورقمه على اذنه التي تلتهب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم ما أطوله ليوم ما أهوله لجبار ما أعدله. كان رجل يعمل خياطا في بلاط أبي جعفر المنصور وكان أبو جعفر ظالما فسأل الرجل الإمام مالك رضي الله عنه إنني أخيط الثياب للأمير هل أعتبر من اعوان الظلمة؟ فقال له لست من اعوان الظلمة انما انت من الظلمة انفسهم. قال له فمن اعوانهم؟ قال الذي يبيع لك الخيط والابرة من الاعوان، اما انت فتخيط الثياب للظلمة فانت من الظلمة. الفدانة ضع منها 100,000 جنيه. قلت سبحان الله سبحان الله مجوهرات ب100,000 جنيه. سبحان الله عندما صليت العشاء يوم الثلاثاء وجاءني تلميذ في الصف الاول الثانوي وقال لي بصوت حزين انا يتيم الاب مات ابي وانا في السنه الاولى الثانوي وانا مجد ومجتهد في كل العلوم خصوصا علم الكيمياء افهمه جيدا واذاكره جيدا وساحصل فيه باذن الله على درجه عليا، لكن مدرس الكيمياء قال لي ان لم تدخل المجموعه وتدفع ثمنها فسترسب في الكيمياء ولو كنت جابر بن حيان. فقلت له يا فتى يا بني وما مقدار المجموعة في الشهر؟ قال جنيهان وليس معي مليم منهم. ووضعت يدي في جيبي فلم أجد المبلغ الذي يكفي فقلت له يا بني غدا الأربعاء سأكون في انتظارك في تمام الخامسة والنصف قبل المغرب في هذا الميدان فتعال يا بني. وأحضرت له ما شاء من فضل الله وجاء الفتى جاء الغلام فقلت له هذا هو المبلغ أسأل الله أن يفتح لك مغاليق العلوم. وإذا به يقول قبل أن أخذ المبلغ أريد أن أسألك سؤال. قلت له سل يا فتى. فقال أنا مجتهد في علم الكيمياء وذكرتها أفتني في هذا السؤال ألا يعتبر هذا المبلغ رشوة إذا أعطيته للمدرس لينجحني؟ أنا مذاكر ومجتهد فإذا أعطيت هذا المبلغ للمدرس وأنا مذاكر ومجتهد ألا يعتبر ذلك رشوة؟ قلت له بأي شيء تفتي أنت في هذه المسألة؟ قال أشهد الله أنها رشوة وأشهد الله أنني لن أخذ شيئا يدخلني عذاب ربي فالراشي والمرتشي في النار. قلت له فماذا ستفعل في الامتحان؟ فقال بصوت عال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا هو مولانا هو مولانا
هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ورأيت نفسي أمامه كذبابة وهنان تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر، فقلت له: يا بني، لقد بلغت من العمر 47 سنة ولكن ما رأيت أحدا يعلمني اليقين في الله مثلك. لقد أعطيتني درسا في اليقين في الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأبى أن يأخذ من لي من واحدا. وانصرف مترجها يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيا أيها السعداء، يا رجال التربية والتعليم، احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. التقنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. صلوا عليها يا رجال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله بن الظبهراء، وكان مشركا بالله، وقال له: يا محمد، إذا كان عيسى سيدخل النار، وعزيرا سيدخل النار، فقد رضينا لآلهتنا أن تدخل النار. ايه الحكاية؟ ما توحد الله؟ انت بتقول ايه يا اخي؟ بتقول ايه عبد الله ايه؟ عيسى ايه؟ والعزير ايه؟ قال له: مش نزل عليك آية النهاردة بتقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون؟ فالنصارى عبدت المسيح يبقوا هم والمسيح هيدخلوا النار، واليهود عبدوا العزير وهو عبد صالح يبقوا هم والعزير هيدخلوا النار. مش لا بتقول انكم وما تعبدون؟ انتوا اللي بتعبدوه، اللي بيعبد الحجر هيدخل هو والحجر. فسيدنا النبي رد عليه رد في غاية العظمة وفي غاية القوة. انت عارف قال له ايه؟ قال له: ما اجهلك بلغة قومك. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي محمد. ازاي؟ قال له: هي لا بتقول انكم ومن تعبدون، ولا انكم وما تعبدون؟ بتقول انكم وما، في فرق بين ما وبين من. ما لغير العاقل، اللي بيعبد حجر، اللي بيعبد شجر، اللي بيعبد اي حاجة لا تعقل هيدخل معها النار. انما المسيح عاقل والعزير عاقل، تبقى مش داخلين في الآية، لان هي بتقول انكم وما، مش انكم ومن. هي لو كتبت انكم ومن يبقى الكل راح في ده، انما انكم وما يبقى بادي لغير العاقل. اللي بيعبد تمثال، اللي بيعبد صخرة، اللي بيعبد اي شيء لا يعقل هيدخل معه النار. انما المسيح عاقل والعزر عاقل. ولذلك ربنا بيقول: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو. اذا كان المسيح داخل النار يبقى لا مش افضل منه، بتاعت هيدخلوا معاه، ادخلوا معاه. ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. المسيح شكله ايه؟ قال: ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. امال المسيح راح فين؟ والعسير اللي الناس عبادتهم غصب عنهم. نزل الامين جبريل: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني لا يسمعون صوت جهنم، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انا عايزكم تسمعون الصلاة على الحبيب النبي.
يا سلام يا رسول الله، ده كأن لا المسيح له دخل أبدا، والعزير العبد الصالح اللي اليهود عبدوه أبدا ملوش دخل بحكاية حصب جهنم. ومعنى حصب يعني حصب، فلا المسيح له دخل ولا العزير له دخل.